السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنى لكم تكونوا مزيانين، احوالكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا وصفات امي ام الناجحه. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم ولا غادي نحضروا جميع بريوش سائل بالفينو ومحشي بالشوكولات. كيف ما كتشوفوا نتيجته كتجي هائله، بالخف كيوجد في دقيقه 90 غادي تحضروه وغادي يعجبكم اكيد. قوم معي غادي نتعرفوا على الطريقة والمكونات. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات اقتصاديين جدا كما دائما، غادي نحتاجوا لواحد البيضة وحدة، غادي نحتاجوا ربع كاس ديال السكر، وغادي نحتاجوا واحد صاشية من الفاني للتنسيم اللي تقدروا تعوضوها بأي حاجة بغيتوا تنسموا بها. غادي نضيف عليهم هنا واحد ربع كاس ديال الزيت، وغادي نضيف عليهم كاس ديال العصير ديال البرتقال. بغيتو تستبدلوا عصير البرتقال بالحليب ولا يوغورت، لكم الاختيار ماشي مشكل. المهم الا حبيتوا نسمه ديال الليمون انا كنفضلو في نسمه اخرى ماشي مشكل. كيف ما شفتوني درت داك كاس ديال العصير ديال البرتقال، ودرت القشور ديال البرتقاله، وضفت هنايا كاس ديال الدقيق الفينو، كاس ديال الدقيق الفينو، وغادي نضيف الكاس الثاني كيف ما كتشوفوا جوج كيسان ديال الدقيق ديال الفينو. يعني الكاس باش عبرت السكر، باش عبرت الزيت، باش عبرت الليمون، يعني كاس العنبه خذوا كاس العنبه وعبروا به. يعني درتوا هاد عبرتوا بكاس قياس كاس العنبه، غادي تاخذوا غير جوج كيسان. وعندي هنايا واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، ومعلقه صغيره ديال معمرش ديال الخماره ديال الحلو. القوام كيكون على هذا الشكل، يعني كيكون هو ثقيل على القوام ديال الكيك. انا كنحاول نبين لكم اكثر القوام اللي خصكم تحصلوا عليه، لان الفينو واخا هكا راه هو كيتشرب وكيشد راسو بحالو بحال السميده. من بعد ما خليناه خمر، طبعا انت كتخليوه واحد المده هكذا بالحال سخون راه دغيا كيخمر. ها نتوما كتشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيرجع، راه تقال، يعني ما بقاش كيف ما شفنا الخليط في الاول، ولكن الخليط تقال على الاول. صافي غادي ناخذ واحد المول هنايا، اي مول بغيتو. انا هنا ما بغيتوش يجيني يعني هاد البريوش ديالي غليظ بزاف، يعني خديت هاد المول هذا. بغيتو نتوما يجيكم غليظ تقدر تاخذوا على اقل من هاد القياس هذا اللي خديت هنايا، يعني الصينيه اللي بغيتو. وشفتوا القوام ديال العجين ديال الفينو كيف ما كتشوفوا، يعني كيفاش رجع. صافي كنقسم هاد العجينه ديالي على جوج، كنحاول نحط النص الاول هكا من بعد ما كندهن المول ديالي. طبعا دهنوه مزيان بالزبده ورشوه بالفينو باش ما يتلصقش لكم العجينه. صافي حطيت النص الاول كيف ما شفتوا. وعندي هنايا الشكلاط، بغيتو اي كريمه ديال الشكلاط غادي ديروها. المهم انا درتها هنا في البوش غير باش تساعدني يعني نحطها بهذه الطريقه هكا. حطوها في ميكا بوش فاش ما بغيتو حطوها، ونحاولوا نحطوها غير في الوسط ديال هذاك العجين اللي حطينا، ما كنخرجوهاش للطرف، لان من بعد راه هي مع السخونيه ديال الفران راه كتوزع كلها على البريوش كله. صافي الكميه الثانيه حتى هي كيف ما كتشوفوا كناخذوها عاوتاني وكنحطوها، وكنحاولوا نحطوها فوق داك الشوكولاط ولا فوق داك النوتيلا، نغطيو داك النوتيلا ما تبقاش كتبان معنا. وصافي العجينه ملي كنعاودو نخليوها كتخمر راه كتولي كتاخذ الشكل ديالها الدائري. المهم انا غطيتها صافي ورجعت غطيتها وخليتها خمرات هنايا تقريبا واحد 15 دقيقه هكاك في الخمره الثانيه، ماشي بزاف. صافي ومن بعد انتما كتشوفوها راه دارت الفقاعات، راه خمرات شويه يعني الخمره الثانيه. هنا بالنسبه للدهين خديت واحد الصفر ديال البيضه وواحد القطرات ديال الخل، غادي ندهن بهم البريوش ديالي طبعا، وغادي نزينو باش ما بغيتو بالجلان ولا باللوز ولا بالكاوكا ولا المهم التزيين كيبقى لكم الاختيار. انا هنا من بعد ما دهنت بالصفر ديال البيض رشيت واحد شويه ديال الجلجان وصافي. المهم نتوما اللي بغيتو. بالنسبه للفران اللي حتى هي الخطوه مهمه باش يجي هذا البريوش، لانه هو سائل والطياب ديالو حتى هو غادي يكون يعني بحالو بحال الكيكه، الطياب ديالو بحالو بحال الكيكه.
هتنقصوا الفران يعني على درجة، تخليوا الفران على درجة 180 درجة، يعني ما تكونش العافية مجهدة، وتدخلوا الطاوة ديالكم الوسط ديال الفران، يعني في الوسط الوسط ديال الفران. إذا كان عندكم الفران كيشعل غير من التحت، من الأحسن شعلوا ليه غير من التحت، حتى كيبان لكم بأن راه كدوز واحد المدة ديال 35 دقيقة، كيبان لكم بأن راه تحمر، بدا كيتحمر من الجنيبات ديالو، وطلعت يعني وطلع وتنفخ صافي. كتشعلوا له كيكمل الطياب من الفوق واحد شويه هكا صافي، وكتخرجوه. بالنسبه ليا انا عندي هذا الفران كيشعل من التحت ومن الفوق في مره واحده، ما عنديش داك لوبسيون ديال انه كيشعل غير من التحت. المهم كنديرو انا على اقل، الا قلت لكم نتوما 180 انا كنقدر نديرو غير على 160، باش مني كيطيبوا من الفوق يعني كيطيبوا لي في مره واحده في نفس الوقت كنقص انايا بالنسبه للفران ديالي. المهم بالنسبه للفران ديالكم العادي مثلا كيشعل غير من التحت، غادي تشعلوه على 180 درجه، وانتم كتشوفوا الخفه والطراوه ديال هاد البريوش، كيجي خفيف هائل رائع ورطب، يعني حضرناه بالفينو ولكن المذاق ديالو كيجي غزال، و يعني كيجي رطب وخفيف ماشي يعني، واخا بغيت نقول لكم انني الفينو راه حتى هو كيتجي به الحاجه زوينه، وعنده عده استعمالات. انا فايت ليا حاطه لكم يعني بزاف ديال الوصفات بالفينو، يعني الفينو ديما متواجد وفي الدار وديما كنعجنوا به، يعني خصوصا في العجينه انا كنستعملوه في عده استعمالات اخرى، كنديروه في الكيك، كنديروه في البريوش، كنديروه في الحرشه، كنديروه في بزاف ديال الحويجات، حتى في المسمن، في البغرير. المهم اللي بغى الوصفات بالفينو راها عندي على القناه، دخلوا وشوفوها، وطبعا جربوا باش تحكموا، باش تعرفوا بان هاد الوصفات راهم كيجيو رائعين، والاهم انهم صحيين وبزاف يعني على الدقيق الابيض. المهم هذا هو الشكل ديالهم بعد ما قطعته غزال. ما نشكر اللذة ما نشكرهاش لكم، والشكل ها نتوما كتشوفوه، المذاق حاضر. ما عليكم غير تخليو لينا لي لايك والتعليق بالنسبه للناس اللي غادي يجربوا، وبصحه وراحه الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. تبقوا على خير، مع السلامه، وتهلاو ليا فريوسكم.